بسم الله. عندي هنا امر اسمه هاتش، ده عشان نعمل تظليل لاي شكل انا عايزه. بيقول لي انت عايز تعمل تظليل لكله، ده سيلكت اول، ولا مش عايز حاجه خالص، ولا عايز تختار عنصر واحد فاختار عنصر واحد، او عايز تزود عايز تضيف زي ما انت عايز، عايز عن طريق ويندو وتحدد كذا شكل. اقول له انا عايز العنصر ده بس، اقول له سوليد، خلاص هيرسمه لي سوليد. طب لو انا مش عايز سوليد، خلاص تعالى نعمله شكل تاني بالسوليد. اخترت الشكل دوت، اقول له هاتش، اختار بعد كده اقول له انا مش عايز سوليد، واختار الشكل اللي انا عايزه واديله السكيل اللي انا محتاجه والزاويه اللي انا عايزها. لو انا عايز الشكل مايل بقيت الشكل تمام، ممكن اعمل زوم للشكل عشان ابدا اشوف ابقى عامل ازاي. طيب هقول له اوكي، بقى عندي الشكل بالشكل دوت. ده بالنسبه للهاتش. ممكن اكون عايز اعمل ايمج، هاجي هنا اقول له انا عايز ايمج وابدا ادور على صوره تمام. خلينا نختار الصوره العاديه ديت، هو عايز صور بي ام بي. ممكن اقول لا بلاش بي ام بي، خليك حلو معانا. خلينا نشوف الصوره ديت اهيت، تقدر تتحكم في الصوره زي ما انت عايز، لو عايز تكبر تصغر براحتك.